كان في خيمة في أول الجامع فيها سيدة ومعاها طفل تقريبا 8 أو 9 سنين وهما بيهدوا الخيمة بتاعتهم، فالولد الصغير بيحاول إن هو يمنعهم. لقيت واحد من اللي بيهاجموا، هو مش يعني لحيته مهذبة، يعني أعتقد إن هو من الإخوان المسلمين، بيضربوا بالشلوت في بطنه. جريت على الولد الصغير وبعدين بقول لهم أنتوا كفرة، مفيش حد، مفيش دين في الدنيا بيقول إن حق إنك تعتدي على طفل. لقيته بياخدني بيشدني من الجاكيت بتاعي، ابتديت اقاوم معاه. اتجمعوا حواليا اكتر من 5 أو 6، مش عارفه على العدد كان كام، وثبتوني في الحيطه بتاعت الجامع، في مدخل الجامع، وابتدوا يلطشوا لي بالاقلام ويتفوا عليا ويقولوا لي مفيش مسلمه بتلبس حجاب، مفيش كافره بتلبس حجاب. شدوا الحجاب من على شعري وابتدوا يشدوا في هدومي في وسط ضرب جامد جدا. لقيت في ولد شاب من الشباب بتوعنا اللي كانوا موجودين في الاعتصام جري ورمى نفسه عليا، كنت سامعه صوت الضرب اللي نازل عليه وهو بيحميني. وبعد كده ابتدت الشبكات جنبينا وكانوا بيهدوا الخيام. الشاب ده اخدني وطلع يجري بيا على نادي على ناحيه الليل. في نقطتين عايزه اوضحهم. اول نقطه ان كان في كردون من الامن المركزي عند في شارع الاهرام. لما حصل ضرب بالغاز رحت للضابط وسالته ازاي ناس مدنيين معاهم قنابل غاز؟ قال لي دي من الاسلحه اللي اتسرقت يوم 28، انتوا مش قمتوا بثوره، اشربوا بقى اللي بيحصل لكم. تاني حاجه حصلت ان كان في ضابط من ضباط الحرس الجمهوري لما كان في وسط الاشتباكات رحنا له برضه، كان علشان نوقف الاشتباكات لان كان في اصابات كتيره جدا. فبنقول وقف، يعني حاولوا ان انتوا توقفوا، انتوا اللي بايديكم توقفوا اللي بيحصل ده. كان الرد احنا مش هنوقف غير لما تنزلوا وتقولوا 1 2 الجيش المصري فين، عشان بعد كده ما يبقاش وشتيمه، واحد فيكم يطلع ويقول يسقط يسقط حكم العسكر. هو ده الكلام اللي كان بيتقال لنا. انا في وسط ما كنت بتضرب كان الناس بتقول لنا احنا بنتقرب لربنا بدمكم، مفيش كافره بتلبس حجاب. لو هو ده الدين اللي هما بيتكلموا بيه فانا فعلا كافره بدينهم.